مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، والآن معادنا مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة عشان نعرف ونفهم أكتر إيه اللي بيحصل في الانتخابات الأمريكية ونعرف رؤيته. أستاذ عادل مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يوم تقريبا بيفصلنا هو عن الانتخابات الأمريكية، العالم كله بينظر بترقب، فأنا مهتم جدا أعرف رأي حضرتك إيه في الأجواء اللي بتحيط بالانتخابات هذه المرة. يعني خلينا في البداية نتكلم عن شخصية أبطال المسرح، أبطال المسرحية. يعني يكاد يكون كل العاقلين في الولايات المتحدة الأمريكية الآن يتحدثون عن هنختار مين؟ هنختار السيء أم نختار الأسوأ؟ يعني الشيء المذهل أن طرفي المعادلة كلاهما مر. لو حللنا شخصية بايدن على سبيل المثال وهو الوجه الجديد على المسرح، هنجد أننا في 20 نوفمبر الحالي هيصبح بايدن 78 سنة، يسجل أعلى سن لرئيس تولى الحكم إذا ما وصل له. الحاجة الثانية أن بايدن في الحقيقة ليس وجها سياسيا مرموقا، لا يزيد عن أنه سيناتور محامي أستاذ قانون سيناتور جرب أن يدخل يترشح على انتخابات الرئاسية على قوائم الحزب الوطني على الحزب الديمقراطي 1988 و2008 ولكنه فشل، وأخذ أوباما معاه في خلال حملته الانتخابية ليكون نائبا للرئيس. من الأربع سنين اللي فاتت بتوع ترامب الحقيقة ما كانش في صوت لبايدن خالص بالمرة، وأيضا كل اللي بيعرفوه بيتكلموا على أن هذا الرجل بيعاني من أمراض تكاد تكون ما يمكن وصفه بالشيخوخة المبكرة، بمعنى أنه في سنة في فبراير 1988 دخل المستشفى للعلاج من تمدد في شرايين المخ، ودي بتأثر على الذاكرة، بتأثر على التركيز، بتأثر على رد الفعل، أيضا بتؤدي إلى أنه من الممكن أن يخفو دون أن يدري وسط اجتماع عام، وهو ما حدث في إحدى الاجتماعات الانتخابية. عشان كده ترامب بيسميه جون نائم يعني. صحيح. أيضا بايدن يمكن بعض الناس بتعتبره شؤم على كل من حوله. في 1972 توفيت زوجته نيليا وبنته نعومي في حادث سيارة. نجا ابنه بو وابنه الثاني هانتر وبعد إصابات حادة أخذت سنوات للعلاج، ولكن في 2015 توفي أبوه بالسرطان، وأيضا هانتر وجدنا أنه بيتعرض لفضيحة مالية كبيرة خاصة بالفساد المالي في جورجيا. الأهم من ذلك أن هذا الرجل بلا أفكار تقريبا يعني، ويكاد يكون ظل لأوباما، وكانت حملته الانتخابية ضعيفة إلى أن خرج أوباما لمساعدته، إلى حد أن البعض يرى أن لو وصل بايدن إلى البيت الأبيض فأن أوباما سيحكم للفترة للمرة الثالثة أو لدورة ثالثة. بنجد أفكاره السياسية مش مريحة، يعني في حرب البلقان بتاعت البوسنة وجد نبي أيد هذه الحرب، أيد غزو العراق، بل طالب بتقسيم العراق إلى ثلاث دول، واحدة شيعية واحدة كردية واحدة سنية، و طبعا بالتأكيد هيكون مع الاتفاق الإيراني النووي الإيراني، وإن كانت عنده حسنة واحدة أنه يميل إلى حل الدولتين في فلسطين المحتلة. ده بايدن. تمام. على الجانب الآخر عرفنا الكثير عن ترامب، ولكن في وقت حرج جدا وجدنا بيطلع كتاب الصحفي الشهير بوب وودورد، كتاب اسمه الغضب. قبل كده بوب وودورد طلع كتاب عن ترامب اسمه خوف. الكتاب الاولاني كان بوب وودورد فيه بيتهم ترامب بانه يعني ما بيعرفش ياخد قرار، مساعديه بيضحكوا عليه، مساعديه بيسحبوا منه الورق عشان ينسى القرارات الاستراتيجيه المهمه، وكانت النتيجه انه ترامب اتهم بوب وودورد بانه يعني دور في كثير من الحقائق.
المرة دي بوب وودورد سجل 18 مقابلة مع ترامب شخصيا. ده في كتاب فاير اند فيوري النار والغضب، مع مساعدي الكتاب اسمه الغضب الحقيقة. هذا الكتاب جاء في توقيت حرج جدا بالنسبة لترامب، لأنه صدر الكتاب في 15 سبتمبر الماضي. ده في وقت كان إيه، بدأت من أول سبتمبر التصويت عبر البريد اللي هو وصل الآن إلى 94 مليون، يعني حوالي 100 مليون تقريبا من 245 مليون ناخب أمريكا. الكتاب الحقيقة ضربة قاضية لترامب، أو ضربة مؤلمة لترامب بالأدق يعني، لأنه ترامب قال بوب وودورد ورا كل بيت جدار في الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من الديناميت هتفجر هذه البلاد. قام علق بوب وودورد قائلا الحقيقة أن ترامب هو حزمة الديناميت التي ستفجر هذه البلاد. في الكتاب اعترف ترامب بأنه تلقى تقارير سرية من روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي في 28 يناير الماضي لخطورة جائحة كورونا، وقال له أن هذه الجائحة أشد خطورة من الإنفلونزا الأسيوية الأسبانية اللي اجتاحت العالم في 1918 وأدت إلى وفاة 5 ملايين شخص منهم 625 ألف أمريكي، وقال له أن هذا الأمر خطير جدا. ولكن خرج ترامب وكذب على الشعب الأمريكي واستهان بهذا الوباء أو هذه الجائحة، وكانت النتيجة أن كل ما كسبوا ترامب في سنوات حكمه خسروا في ساعات قليلة بسبب تصرفه في موضوع الجائحة. وحنرجع لهذا الموضوع تاني. النقطة الأخرى في الكتاب أنه جيمس ماتيس اللي هو وزير الدفاع قال الحقيقة أن ترامب مش بس تصرف غلط في موضوع الجائحة، ولكن في معظم الملفات السياسية والملفات العسكرية. وضرب على سبيل المثال إصراره على الانسحاب من سوريا، وقال ماتيس أنه في الحقيقة أن ترامب في كثير من القرارات تجاوز مرحلة الغباء إلى مرحلة الغباء الأشد. ده موجود في كتاب بوب وودورد. أيضا بنجد أنتوني فوتشي اللي هو أستاذ معهد الأمراض المعدية والمسؤول عن الجائحة، جائحة الكورونا في البيت الأبيض، قال الحقيقة أن إدارة ترامب إدارة بلا رؤية وبلا دفة. ده كله خلى ترامب في الحقيقة في وضع حرج جدا، لأن الكتاب جاء في توقيت سيء جدا. الكتاب ساهم في رفع شعبية أو رفع استطلاعات الرأي العام بالنسبة لبايدن، ولكن زي ما قلنا أو زي ما بيقول كل العقلاء في الولايات المتحدة الأمريكية منهم الخبراء الاستراتيجيين اللي بيتكلموا بعيد عن الاستقطاب وعن انقسام الأمة وعن الحرب الأهلية المتوقعة، كانوا بيقولوا ليس أسخن من ذلك إلا أسخن من هذا إلا ذاك. ده الموقف بالنسبة للاثنين في الحقيقة. فإحنا قدام موقف صعب جدا، كلاهما مر كما يقال، ولكن يصبح السؤال ما هي الخطوة التالية إذا ما نجح أحدهما؟ وصل، هل يصل للحكم؟ هل هناك صعوبة في تسليم السلطة كما قال ترامب؟ الحقيقة لا. طيب، لأن ترامب بيشكك في عملية التصويت عبر البريد. تمام؟ أستاذ عادل، في الجزئية يعني دي ترامب ليه تصريح من ساعات قليلة جدا بيقول في نفس اليوم اللي هينتهي فيه الانتخابات سنلجأ إلى المحامين للتقاضي أو سنلجأ إلى المحاكم للطعن. إلى أي مدى حضرتك شايف إن وفقا لهذا التقرير اللي ذكرته حضرتك إن أمريكا مقبلة على فترة من عدم الاستقرار السياسي بسبب الانتخابات؟ طبعا هو ترامب قال زي ما قلنا إن لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها في 94 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم عبر البريد. والحقيقة العملية محكمة جدا وعملية دقيقة جدا وعملية صعب إنك أنت يتم فيها عملية التزوير، ولا عملية فنية يعني إحنا في غنى عن شرحها. لكن الأهم من ذلك أن ترامب بيقول إيه بقى؟ أنها عملية ممكن أن يحدث فيها تزوير، ومن ثم بيطالب بحاجة غريبة جدا، بيطالب بفحص كل حالة على حدة، يعني عايز فحص الـ94 مليون حالة
تم التصويت فيها عبر البريد. ومن ثم هو بيقول انه سيلجأ هنا للمحكمة العليا. والحقيقة ان المحكمة العليا الان ربما تنصف ترامب لسبب بسيط جدا، ان غالبية القضاء في المحكمة العليا اصبحوا الان منحازين للجمهوريين، محافظين كاثوليك محافظين يميلون الى الحزب الجمهوري. وكان اخرهم تعيين القاضية اللي هي باريت، ايمي باريت، دي اللي هي كانت اثارت غضب الجمهوري الديمقراطيين. والمحكمة العليا سبق انها فصلت في موضوع مشابه في انتخابات 2000 بتاع الخاصة بين جورج بوش وآل جور. والحقيقة هنا بنلاقي ان المحكمة العليا يا ريت الامر يتوقف عند المحكمة العليا، لانه ترامب نفسه مش متخيل انه يترك الحكم ولا يترك الرئاسة ولا يسلم مفاتيح البيت الابيض. ترامب بيفكر واعلن ذلك اكثر من مرة انه يريد تغيير الدستور بحثا عن مرحلة او فترة ثالثة وربما فترة رابعة، لانه يرى انه المعجزة الالهية التي يعني حباها الله، يعني منحها الله للولايات المتحدة الامريكية. هنا بتكون المسألة انه حصل في الاربع سنين بتوع ترامب زيادة في معدل ما يمكن وصفه بكلمة الشعبوية على حساب النظام الديمقراطي. شعبوية في العلوم السياسية بتعني التنظيمات التي الاحتجاجية، تنظيمات ربما تميل للعنف، ترى أن المواطن هو صاحب الحق في أن يكون له القرار. هذه التنظيمات بتكون مضادة للنخبة، النخبة المالية والنخبة الاقتصادية والنخبة الإعلامية والنخبة السياسية والحزبية، وترى أن هذه النخبة فاسدة. والحقيقة أن ترامب شجع على هذا الأمر، وبالتالي خرج التنظيمات من ناحية اليمين تؤيد ترامب، زي حزب الحرية الأمريكي، زي مجلس المواطنين الأمريكيين، زي البديل الأمريكي، البديل الأمريكي أو البديل اليمين البديل. وأيضا عادت حركة كوكلوك لاكلانس اللي هي كان حركة فيها عنف تجاه الكي مظبوط. هنا على كلوك كلاكس بالظبط. وعلى الجانب الاخر بنجد انه في حركه انتيفيا اللي هي حركه خرجت من الحزب الديمقراطي، بيلبسوا اسود، بياخدوا موقف حاد جدا، بيتحرشوا، بيضربوا، بيحرقوا. اذا احنا امام حاله من حالات الاستنفار. يعني اذا كسب بايدن هينزل انصار المتطرفين اليمين المتطرف، واذا كسب ترامب هينزل اليسار المتطرف الى الشارع. مظبوط. بما في ذلك اليسار المتطرف بيرفض حتى الرأسماليه. اذا احنا قدام سخونه تمهيدات، خطوات تمهيديه لما يمكن وصفه بحرب اهليه. ربما الرقم التعبير ضخم جدا، ولكن اذا سمعنا وقرينا لكاتب مهم جدا زي توماس فريدمان لما قال أنا بدأت حياتي المهنية بتغطية الحرب الأهلية في بيروت أو في لبنان، وأرجو ألا أن تنتهي حياتي المهنية بتغطية الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك إحساس بالتوقع بأن هناك صدام قادم، في عمليات عنف قادمة. أستاذ عادل، أنا الأهم من ذلك أن طيب الولايات المتحدة تفضل كمل. لا انا كنت عايز بس اطلع فاصل، لكن عايز حضرتك بس تتفضل يعني ننتهي من الجزئيه الاهم. اتفضل يا فندم. هيكون بالجزء الخاص بده انه ايضا في الولايات المتحده الامريكيه في 600 مليون قطعه سلاح مرخصه رسميا، فما بالك بالاسلحه غير المرخصه. طبعا. ايضا وجدنا انه في دلوقتي حركه عنصريه ضد الحركات السود بسبب ما جرى في قضيه جورج فلويد، وايضا الموقف المسلمين اصبحوا منحازين ضد ترامب بسبب القرارات اللي اخذها ضدهم، وايضا الملونين. يعني الحقيقه ان البوتقه ثاخنه تماما ويمكن ان تنفجر في اي وقت. طيب ده عظيم جدا، اشكر حضرتك الحقيقه على الافاده دي، واستاذنك نخرج لفاصل يا استاذ عادل، وبعد الفاصل نرجع نشوف طيب احنا كعرب كشرق اوسطيين كمان ايه اللي هيفرق معانا؟ ياتي ترامب، ياتي بايدن، يا ترى ايه اللي هيتغير؟ مش هقول ايه الافيد، ولكن حضرتك ذكرت في البدايه ان امريكا بتختار ما بين السيء والاسوء من وجهه نظرهم، لكن احنا هيفرق معانا ايه؟ مين يجي للبيت الابيض؟ انتظر الاجابه من حضرتك بعد الفاصل، ارجوكم خليكم معايا.
برحب بحضراتكم مره ثانيه وبجدد ترحيبي بالكاتب الكبير الاستاذ عادل حموده. استاذ عادل اهلا بيك مره ثانيه، وزي ما حضرتك كرمت قبل الفاصل امريكا على صفيح ساخن بكل المقاييس، كل العوامل تدعو الى تفجير الموقف خلال الاسبوع الحالي وربما الاسابيع المقبله في الولايات المتحده. ولكن احنا يا استاذ عادل كمصر وكشرق اوسط وكمنطقه عربيه، هيفرق معانا ياتي جو بايدن ولا ياتي دونالد ترامب؟ هيفرق معانا في حاجه؟ يعني بالقطع هيفرق، وممكن يفرق برضه بشكل واضح، ويمكن يفرق كتير. لانه بايدن، لو جاء بايدن هنجد انه هيميل الى نفس السياسه بتاعت اوباما، هينشط القوة الإيرانية من جديد، وهذه القوة كانت قد خمدت تماما وضغط عليها بالحصار، وجرى التراجع عن الملف الإيراني أو الاتفاق الإيراني بشكل واضح جدا في وقت ترامب. أيضا هنجد أن أوروبا هتسترد جزء كبير جدا من قدرتها على التفاهم مع إيران، هتساند إيران في كثير من المواقف، وده بالقطع هيكون على حساب الدول العربية المجاورة لإيران أو دول الخليج بشكل واضح جدا. يعني هترجع تاني الأزمة والضغوط الإيرانية على دول الخليج بشكل أو بآخر. الحاجة التانية أنه هيكون هناك كلام على إعادة التنظيمات الإسلامية زي الإخوان المسلمين، بدعوة أنها تنظيمات معتدلة وأنه يجب أن يكون لها دور في الحياة السياسية. نفس الكلام، نفس الموقف اللي داعى له في وقت سابق أوباما. ولكن هل الساحة دلوقتي تراها مختلفة في هذه الفكرة؟ يعني الشرق الأوسط 2020 يختلف عن 2010 تماما فيما يتعلق بوجود ومدى قدرة القوى التيارات الإسلام السياسية. لا، الأهم من ذلك أن الحقيقة أن مصر في خلال من 2013 و 2014 حتى العام الماضي نجحت في أنها تصبح دولة لها علاقات متعددة بالقوى العظمى. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط الشريك الاستراتيجي أو الصديق أو الحليف الاستراتيجي أو العلاقة القوية بيننا وبين واشنطن والقاهرة، ولكن الآن عندنا علاقة قوية جدا بين القاهرة وموسكو، وعندنا علاقة موازية أيضا بين القاهرة وبكين، وهذه العلاقة هتدي ثقل مهم جدا للقاهرة وتخفف أو تلغي أو تنفي أو تبعد تماما أي تصور يمكن أن يقوم به بايدن بالضغط على القاهرة في أي اتجاه. الحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان منتبها بشكل مبكر إلى فكرة تعدد القوى للتعامل معها، تعامل بحياد، فكرة أقرب لفكرة الحياد تقريبا، تعامل بشكل مفتوح مع كل هذه القوى دون أن يكون أعطى اهتمام للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نفس الوقت إذا لم تبادله الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الاهتمام، هنجد أن هناك تحدث في روسيا وهناك أيضا الصين، ده هيخفف بشكل واضح جدا على كل الضغوط. الحاجة التانية أن بالقطع بايدن لن يرجع في القرارات الخاصة بفلسطين، يعني من هو أعلن كده، قال أنه ستظل السفارة الأمريكية في القدس كما هي، وأيضا قال أنه يعني فقط هنحاول أن احنا نعيد الطرفين إلى مائدة المفاوضات. وهنا بنجد أن إسرائيل يعني مش هتكون سعيدة قوي ببايدن، وهتقوي إسرائيل علاقتها بدول الخليج، وهتمنح دول الخليج إحساس بأنه أي محاولة للنيل من دول الخليج هتكون القوى مختلفة تماما. إذن المعادلة زي ما تفضلت مختلفة تماما، وليست في صالح بايدن إذا ما أراد أن يتجاوز حدوده بشكل أو بآخر. أستاذ عادل، نرجع تاني لأمريكا والوضع داخل أمريكا.
شايف إلى أي مدى استطلاعات الرأي اللي احنا بنسمعها إلى أي مدى بتكون دقيقة؟ في طبعا أخطأت التوقعات في الانتخابات الماضية وحتى قبل الماضية، ولكن الآن بنتحدث عن فارق لبايدن في عدد من الولايات أو حتى في الولايات المتأرجحة، بنتكلم بشكل عام حسب رويترز إبسوس امبارح 51% بايدن و 43% ترامب. حضرتك شايف إزاي التوقعات حتى الآن؟ طبعا عندنا نقطتين هنا، انه يمكن اولا كل اجهزه الميديا بشكل واضح غالبيتها ضد ترامب، ومن ثم هي تميل بشكل واضح للاعلان انها مع بايدن، وده واضح جدا. مثلا مجله الايكونومست قالت انا مع بايدن قلبا وقالبا، كل الميديا الامريكيه تقريبا فيما عدا فوكس نيوز كلها منحازه الى بايدن، ومن ثم هذا الانحياز بيعكس نفسه بشكل أو بآخر في التأثير على عمليات الاستطلاع أو عملية فرد الاستطلاع أو نشر عمليات الاستطلاع. النقطة الثانية بنجد أنه هناك استعمال سياسي لعملية الاستطلاع الآراء، بمعنى جت فوكس نيوز بعد آخر مناظرة بين بايدن وترامب قالت أنه ترامب فاز بنسبة 70-30، في حين أنه CNN قالت أنه بايدن كسب بنسبة 75-25. وده طبعا يعني فرق كبير جدا يعني. الحاجة الثانية أنه أنت بالقاطع تعلم أن عمليات الاستطلاع بتتم عن طريق المواطنين العاديين بالتليفون بسبب الكورونا بشكل أو بآخر. الحاجة الأهم أن هذه العمليات عمليات نفسها ملهاش علاقة مباشرة بطريقة الانتخاب، لأن التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية مسألة معقدة جدا. صحيح أن المواطن بينزل يدلب صوته، ولكنه بجانب صوت أنه يصوت للرئيس ونائب الرئيس، وأيضا اللي بينتخب الرئيس ونائب الرئيس هو المجمع الانتخابي، والمجمع الانتخابي بيتكون من أعضاء رقم مشابه لأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة إلى 3 يمثلون العاصمة. الدليل على ذلك أنه ترامب نفسه كان أصوات الناخبين أقل من التي حصلت عليها هيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة، ولكن المجمع الانتخابي كان لصالح ترامب ومن ثم فاز ترامب. نفس الشيء حصل فيما قبل مع جورج بوش. إذن استطلاعات الرأي العام هي مجرد اتجاهات وليست أمور حاسمة، لأن في النهاية الكلمة في الانتخابات الأمريكية تأتي لما يوصف بالمجمع الانتخابي. طيب استاذ عادل، الداخل الامريكي ايضا في حاله، معلش هرجع تاني لحاله الاستنفار، شفنا مع زميلتنا دينا سالم من واشنطن حاله اغلاق بشكل كبير، الوجهات المحلات بيوضع عليها اخشاب، حاله من الخوف. الى اي مدى حضرتك شايف ان ده هيضر بالاقتصاد الامريكي او هيكون ليه تاثير سلبي على النمو الامريكي، وبالتالي قد تتاثر او يتاثر الاقتصاد العالمي لو طالت الازمه لاسابيع او ربما لشهور يعني؟ بص، انا يعني قبل نهايه العام الماضي، العام الماضي قضيت 40 يوم تقريبا في مدن امريكيه مختلفه، كان اخرها واشنطن، وقضيت وقت في نيويورك، وكان من الواضح تماما أن ترامب قد حقق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، بمعنى أنه قد نجح في أن يخلق 10 ملايين وظيفة جديدة، أيضا قدر يخفض البطالة إلى أقل من 3%، خفض الضرائب ودي مسألة مهمة بنسبة 9%، رفع أسعار المساكن من 5-7%، مما يعني أنه قد أضاف بعض الثراء للطبقات الوسطى، ولكن الحقيقة أن جاءت الجائحة وقضت على ذلك كله، لأن الآن النمو الأمريكي، نمو الاقتصاد الأمريكي أيضا نمو سلبي السلب، وارتفعت معدلات البطالة. المشاهد اللي بنشوفها على القنوات الأمريكية هي نسبة زيادة المشردين في الشوارع، البنوك بدأت تحجز على كثير من العاجزين على سداد بطاقات الائتمان كما حدث في 2008، أيضا شركات العقارية بدأت يبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، بتحاول انها تسترد الفلوس لعجز المواطنين عن سداد اقساط البيوت. اذا انا عندي مشكلة كبيرة جدا بدأت الان، والحقيقة ان هذه المشكلة هتزيد ربما اكثر اذا ما جاء بايدن، لانه الحقيقة بايدن ليس عقلية اقتصادية
مثل عقلية ترامب. وهنا بنجد أنه ترامب بيهدد بأكتر من حاجة. جزء من تهديدات ترامب أنه إذا ما جاش، واحد قال لك أن الاقتصاد هينهار، والحقيقة الاقتصاد هينهار فعلا أو هيزداد انهيارا. الحاجة الثانية أن الصين هيصبح لها دور أكثر تأثيرا، وأيضا سيكون لروسيا دور أكثر تأثيرا. الحقيقة فعلا هناك أزمة اقتصادية كبيرة جدا. هذه الأزمة نشطت أيضا وضاعفت من إحساس الجماعات المتطرفة والجماعات الفقيرة في أنها يمكن أن تعبر عن نفسها بالعنف. وزي ما قلنا، فكرة الشعبوية أدت إلى فكرة أنه إذا كان هذه الجماعات تتحدث عن الشعبوية بطريقة غريبة جدا، قالت أن الدستور يقول أنا الشعب صاحب السلطات. طيب أنا الشعب، يبقى أنا صاحب السلطات، فأنا من حق أنزل. طيب إذا كانت هذه الجماعة ترى أنها هي الشعب وصاحبة السلطة، وأيضا هناك عشرات الجماعات التي صحيح. ترى كل منها أنها صاحبة السلطة، ومن ثم ينزل الشارع عشرات من يمثلون الشعوب، ومن ثم يكون الصراع حاد. هذا الصراع الحاد بالقطع سيؤدي إلى حالة من حالات التخريب شفناها في الولايات المتحدة الأمريكية في بروفا سابقة في أكثر من حادث. هل حضرتك مع الطرح بأن المعركة الانتخابية الرئاسية الآن بايدن ترامب هي في حقيقتها معركة اقتصادية ما بين ترامب والصين، بأن الصين تعاقب من خلال يقال يعني فيروس سي، وبالتالي الأشياء الأخرى اللي حصلت بترد على الهجمات الاقتصادية اللي كان شنها ترامب، وطبعا من بينها قضية هواوي في الولايات المتحدة والاستثمارات الصينية في أمريكا؟ هل بالتالي هي حرب صينية ترامبية إنجاز التعبير؟ الحقيقة طبعا أنه خلي بالك أن اللوبي الصيني لوبي قوي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولوبي مؤثر في الانتخابات ويشارك أيضا في الانتخابات. ولكن عملية أنه الصين يعني هتعاقب ترامب محتاجة لإعادة نظر، لأن ترامب ممكن يكون مفيد بالنسبة لها أكتر من بايدن. مفيد؟ على فكرة خلي بالك أن ترامب رجل ممكن يعني يكون مفيد. سيبك من التهديد بالحرب التجارية، وهي حرب حقيقية ربما، لأنه الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك بروفة ليها في أرمينيا وأذربيجان. ومن أتوقع، أنا متوقع وأرجو أنك تمسك علي هذا الكلام، أنا متوقع أن هذه الحرب ربما ستكون قادمة بعد فترة ربما ليست طويلة، في هتكون في مجالها في منطقة بحر الصين. ولكن من ناحية تجارية الصين مش عايزة تتورط في مسألة أنها تدخل في حرب مع ترامب، خصوصا أنه هناك جماعات قوية جدا للصين داخل الولايات المتحدة الأمريكية تساند التجارة الصينية وتساند الاستثمار الصيني. عندك مثلا جمعيات رجال الأعمال اللي هم بيستثمروا أموالهم في الصين، ومعظم الشركات التكنولوجيا زي جوجل وزي شركات أبل، الشركات الكبيرة جدا هناك، كلها بتستثمر مصانعها في الصين وهي ضاغطة ومؤثرة. الحاجة الأخرى أن جمعية حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن البضائع الصينية هي بضائع رخيصة جدا، رغم إذا ما تساوت بالمستوى الكواليتي أو الكفاءة أو الجودة الأوروبية. يعني مثلا لو اشترينا بضاعة أوروبية وبضاعة صينية عند نفس الدرجة من الجودة، هناك فارق في السعر يمكن أن يصل إلى من 25 إلى 30%. هنا المستهلك، هنا جمعيات المستهلك ملهاش غير مصلحة المستهلك، لا يهمها ترامب ولا يهمها الصين، لا يهمها بكين ولا يهمها واشنطن. أقول لك على سبيل المثال، مثلا محل زي مجموعة محلات زي وول مارت حسبت في وقت من الأوقات، قالت إذا ما استوردت البضاعة عند مواصفات اللي أنا مطلوبة اللي أنا طلباها من دول مختلفة من العالم، واستوردت بنفس المواصفات من الصين، فبيكون عندي فرق سنوي لا يقل عن 8 مليار دولار. لك أن تتخيل أن هذا الفرق التجاري الضخم جدا يجعل من الصين مسألة طبعا يعني رقم لا يمكن تجاوزه أو حتى تجاهله يعني أكيد. لكن الحقيقة أن هذا الأمر يعني ربما تكون هناك احتكاكات سياسية، لأنه في كل مكان تخرج منه الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل بداله الصين. يعني تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية المناخ تصبح للصين دور كبير، تخرج من منظمة الصحة تدخل الصين بدلها بشكل مؤثر جدا، تخرج من أفريقيا تدخل الصين. إذا نحن أمام يعني عملاق يتصرف ببطء شديد جدا، ولكن واثق من نفسه بشكل واضح جدا.
أستاذ عادل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات الرائعة والقيمة اللي حضرتك اديتها لنا النهاردة، وبكل تأكيد على ما نلتقي إن شاء الله الاثنين بعد القادم أعتقد الصورة هتكون أوضح ونشوف إيه اللي جد في الولايات المتحدة الأمريكية. خصوصا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لحضراتكم، وتصبحوا على خير، إلى اللقاء.